أكد لنا رمزي الدعباج شقيق أحد الرهائن المحجوزين في ليبيا والذي يبلغ عددهم قرابة 30 شخص أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الميليشيات التي تقوم بعملية الحجز فحواها في صورة عدم إطلاق سراح الليبيين الاثنين المحجوزين سيقع تصفيد التونسيين جسديا في منتصف النهار. كما يطالب رمزي السلطات التونسية بالتدخل السريع قبل أن تقع هذه الكارثة الإنسانية بحق 30 تونسي أبرياء من بينهم شقيقه زياد وصديقه رياض إسماعيل.